تشير الوثائق البريطانية بأن حمد العبد الله الصقر كان صاحب فكرة المطالبة بالمجلس الذي كان بعضويته وعضوية إهلال بن فجحان المطيري ويوسف القناعي ومعهم السيد عبد الرحمن النقيب وشملان بن علي وإبراهيم المضف والشيخ عبد العزيز الرشيد ومعهم أيضا أحمد الحميضي ومرزوق الداود البدر وشميل المجلس خليفة بن شاهين الغانم وأحمد الفهد الخالد ومشعان الخضير. دبت الخلافات بين هؤلاء الأعضاء خصوصا في فهمهم لمدى سلطتهم وصلاحياتهم، فهل هذه الصلاحيات مطلقة أم محدودة؟ وقفت هذه الخلافات أمام جدران الواقع السياسي في البلاد، علاوة على غضب بعض طبقات المجتمع الكويتي التي لم تكن مشمولة في هذا المجلس، بالإضافة لأفراد محسوبين على السلطة. تغيب كثير من الأعضاء عن الجلسات، وصل الأمر بأن يرسل كثير منهم أبناءهم أو من ينوب عنهم بدلاً من الحضور للمجلس بأنفسهم. وش طبيعة الخلافات هذه كانت؟ يعني في ناس مو من صالحهم أن يكون هناك مشاركة شعبية، ولا من صالحهم أن يكون فيه عمل مؤسسي، والحقيقة يعني المجلس هذا لم يستمر طويلاً، لم يعني يعيش حياة راغدة. دب الخلاف بين الأعضاء، وهناك من ولع الفتيل داخل المجلس، لأن ما في بعضهم من لم يكن له مصلحة في استمرار هذا المجلس، واستمر لمدة أقل من 10 أشهر، ويعني وئد في مكانه. فتشكل مجلس الأول أسميها أنا الحين أسميه مثلاً مجلس الشيبان. أيه. هل مجلس هذا من أقوى ما أخبرهم من شيوخها؟ اختيار يعني. أيه. من أقوى الناس، فكنا أنا واحد منهم. نعم. فكنا نسأله إذا حدث أمر أن تذاكر فيه. في أثناء المذاكرة هذه جاءنا مكتوب من المعتمد نرسله للشيخ، والشيخ أرسله لنا خلاصته ينتقد هالمجالس اللي ما تحتها ثمرة، وأنهم ما يصلحون التمييز التمرة من الجمرة. استشاط الجماعة أو مسألة البقاء من هاللي يشرح على المسألة هذه. عقب هذه الحالة حصل اختلاف فيما بينهم، كل واحد يريد راية. نعم. من السبب هذا أخذ المجلس ينحل شيء فشيء حتى أضمحل. بعدها صار في مجالس البلدية، وصار في مجالس المعارف، وكلها كانت منتخبة، والانتخاب في الحياة المشاركة العامة في الكويت متجذرة من 100 سنة وأكثر. مجلس المعارف مثل إيش؟ وش دوره؟ هو الذي يشرف على المدارس ويشرف على التعليم، تعليم من الكتاب تطور إلى مدارس. من وين يأخذون ميزانية؟ طبعاً شوف، المدارس في الكويت كانت في البداية تبرعات من رجال الكويت. دائماً رجال الكويت وتجار الكويت كانوا لهم دور في تمويل المجتمع الكويتي على جميع الأصعدة. أغلبهم كانوا مجالس سواء البلدية ولا مجالس المعارف ولا المجلس التشريعي الأول. المجلس التشريعي الأول كان يتألف من 12 شخص، كانوا 12 تاجر كلهم، يعني التجار ساهموا في بناء المدرسة المباركية، ساهموا في مدرسة القبلية، ساهموا في، كانوا يمولون المدرسين اللي استجلبوهم من فلسطين في ذلك الحين، وبعدها في من مصر.